إخواننا الكرام، يعني آلية المحاسبة أن تخلو مع نفسك كل يوم دقائق، لما فعلت هذا؟ لما تركت؟ لما أعطيت؟ لما منعت؟ لما وصلت؟ لما قطعت؟ لما غضبت؟ لما رضيت؟ لما ابتسمت؟ لما عنفت؟ لما ضربت؟ لما حاسبت؟ لما آذيت؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذلك بطولتك أن تهيئ لربك جواباً. مرة أخ يعمل في عمل يعني حساس جداً، وبإمكانه أن يوقع الأذى بالناس دون أن يسأل، فمرة قال لي انصحني، قلت له افعل ما تشاء وأوقع الأذى بالناس كما تشاء وزج الناس في السجن كما تشاء، ولكن لا تنسى أن تهيئ لربك جواباً عن كل شيء تفعله. بطولة المؤمن بهيئ لله جواب عن كل شيء يفعله.